واحد الفرصه كتعطى للناس اللي انقطعوا على الدراسه باش يقدروا يولجوا سوق العمل او يرجعوا للدراسه او يمشيوا للتكوين المهني. حنا كوزاره ديال التشغيل وفيها كذلك الكفاءات اي التكوين المهني كان واحد العمل مهم باش نقدروا نربطوا الصله ما بين الفرصه الثانيه وما بين التدرج المهني. كتعرفوا التدرج المهني واحد النمط من انماط التكوين اللي فيه 20% تيكون يعني نظري و 80% كيكون تطبيقي في وسط المقاوله. وعندنا تقريبا 50 مؤسسه في المقاولات اللي كاينين خصوصا في قطاع السيارات وقطاع النسيج والالبسه اللي تيستقطبوا اكثر من 25,000 ديال الشباب في هذا المجال. نطوروها ونرفعوا من عدد التلاميذ اللي هو دابا اليوم تقريبا واحد 18,000 واللي هو ماشي في المستوى اللي حنا تنظنوا. حنا في المغرب هو في حاجه الى رفع هذا العدد بواحد اما نضعفوه جوج او ثلاثه المرات باش في المستقبل القريب و بتمويل من طرف الدوله بطبيعه الحال باش نساعدوا هذه الجمعيات تقوم بالدور ديالها الكامل وتنجح. في لحد الان النتائج جد ايجابيه لان تقريبا اكثر من 70% ديال التلاميذ اللي تيشاركوا اللي هما في هذه الجمعيات واللي تيستافدوا من هاد التدريب تيرجعوا اما النظام ديال النظام التربوي اما التكوين المهني اما تلقاو فرص شغل. وهاد النتائج خصنا نواكبوها ونساعدوا هاد الشبكه باش تجي ترفع باش تطورها وترفع من هاد المستوى. اليوم تنبغي ننوه بهذا الملتقى الاول ديال شبكه مدارس الفرصه الثانيه اللي كيجي في واحد الظرفيه مهمه جدا في اطار الورش الملكي للحمايه الاجتماعيه وتصور الدوله الاجتماعيه كما دعا لها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. فهاد المبادره ديال شبكه مدارس الفرصه الثانيه هي مهمه جدا لانها تساعد القطاعات المعنية على يعني إرجاع الأطفال اللي هما انقطعوا عن تم دروس أو فتح واحد يعني مدارس خاصة بهم حتى نتمكن من إنقاذهم ومن تمكينهم من مواكبة ومواصلة دراستهم.